يروى أن مسكينا شهد موكب الملك فناداه باسمه دون أي تعظيم أو تفخيم، فانقض عليه الحرس: وهل تنادي ابن عمتك أيها الصعلوك؟ ولكن الملك منعهم: دعوا الرجل يتكلم. وتكلم المسكين وسأل الملك: وهل غضبت لأني ناديتك باسمك وأنا أنادي مالك الملك باسمه وأقول يا الله فلا يغضب؟ قال الملك: اقترب مني انصحني، فلقد سئمت قصائد المادحين. فيعظه المسكين: اعلم أنه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وانظر إلى الجهتين، هذه قصورهم وهذه قبورهم، إن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أي نعت نعت، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.